السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف ندرس درسا جديدا من دروس التربية الدينية الإسلامية للصف الثالث الابتدائي، الفصل الدراسي الأول. درسنا عنوانه رحلة الطائف، وعنوان الدرس ده يا أولاد يذكرنا بعام الحزن الذي مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي بذلك لموت عم الرسول أبي طالب وزوجته السيدة خديجة بنت خويلد، وكان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنوات. فكان أبو طالب رغم عدم إسلامه كان سبباً رئيساً في كف الأذى عن رسولنا الكريم لمكانته وعلو شأنه. وعندما مات اشتد الأذى على رسولنا الكريم، فقرر أن ينطلق بالدعوة إلى إيه؟ إلى الطائف، والدعوة هي عبادة الله وحده. وكان ذلك في العام العاشر من البعثة. انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ليدعو أهلها إلى الإسلام. يبقى في العام العاشر من البعثة انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى الطائف ليدعو أهلها إلى الإسلام، لكنهم سخروا من دعوته وآذوه، يعني هم ما سمعوش كلامه وانصرفوا عن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فانصرف من عندهم مهموما حتى وصل إلى بستان، يعني هو سابهم ومشي واستقر في بستان يملكه شابان هما عتبة وشيبة ابن ربيعة. يبقى الشابان دول يا أولاد كان عندهم أو يملكان بستان كبير، فدخله رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وجلس في ظل شجرة، ثم رفع يديه الكريمتين ودعا الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء بينما يستمع إليه كل من عتبة وشيبة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما اشتد الحزن به قرر إن هو يعمل إيه؟ يدعو ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أنت كل ما تكون متضايق ترجع لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى. في ذلك الحين كان يستمع إليه كل من عتبة وشيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه بقى؟ اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يبقى هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيشكو ضعف قوته وقلة حيلته لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى، لأن احنا عرفنا هو الأحق بالعبادة والطاعة، وإذا دعينا ندعو مين؟ ندعو الله سبحانه وتعالى. وهواني على الناس أي ذلي وانكساري، يعني هو كان الذل والانكسار اللي كان حاسس بيه، يعني يا رب هونه إيه؟ عليا. يا أرحم الراحمين، يعني لما تيجي تدعو لربنا لازم تدعي باسم من أسمائه الحسنى. ليه؟ يعني لما تكون مثلا يا كريم بتدعي ربنا ان هو يكرمك اكتر، فانت بتدعوه بايه؟ باسمه يا كريم. فهنا قال له ايه؟ يا ارحم الراحمين. هو فعلا ربنا هو ارحم الايه؟ الراحمين. انت رب المستضعفين، يعني ربنا هو اللي بيقف مع كل ايه؟ ضعيف، صح. الى من تكلني؟ تكلني يعني لمن تتركني، انت سايبني لمين؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ وهو مقصود بهم هنا من دول بقى؟ المقصود بهم هم أهل الطائف، لأنهم قبلوا الرسول عليه الصلاة والسلام بالإيه؟ بالغلظة، يعني كانوا أشداء معاه، ما كانوش كويسين، ما كلموهوش كلمة كويسة، تمام؟
إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى. وهنا إن هو بقى بيرجع بالذنب وبالإساءة لمين؟ الرجوع عن الذنب، بيرجع عن الذنب والإساءة دول لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى. فلا حول ولا قوة إلا مين؟ إلا بك. رق قلب عتبة وشيبة، لأن هما كانوا قاعدين هنا بيسمعوا مين؟ بيسمعوا الرسول. فرق قلبهم لسماع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قان باستطاعته أن يدعو على أهل الطائف. يعني هو كان ممكن بدل ما يقعد يدعي رب يدعي لربنا، كان ممكن يدعي عليهم إن هم قبلوه بغلظة، لكن هو ما عملش كده. رجع لمين؟ رجع لربنا سبحانه وتعالى. يبقى هنا عرفنا أن هو الرسول كان باستطاعته أن يدعو على أهل الطائف، فينزل الله تعالى عليه غضبه، إلا أنه لم يفعل. لعل الله يخرج منهم من يؤمن بمين؟ بالله عز وجل. يعني شفتوا قد إيه برضو كان رحيم وفي قلبه رحمة، إنه ما دعاش عليهم. فطلب عتبة وشيبة من غلام لهما يدعى عداسة، يدعى إيه؟ عداسة، أن يأخذ قطفا من العنب ويذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وضع الرسول يده ليأكل قال بسم الله، وهو بيمد يده. طبعا احنا عارفين ان احنا كل حاجة بنيجي نعملها لازم نسمي الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام أول ما كان بيمد يده على العنب فقال بسم الله ثم أكله. فقال عداس والله أن هذا الكلام ما يقوله إلا أهل هذه البلاد. فقال صلى الله عليه وسلم ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس؟ يعني أنت من أي بلد وما دينك؟ قال أنا نصراني من نينوى. يبقى هو كان نصراني يا أولاد، أي مسيحي، بيتبع مين؟ بيتبع سيدنا عيسى عليه السلام من نينوى. يبقى البلد بتاعته اسمها نينوى، وهو دينه كان نصراني. فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنت من قرية الرجل الصالح يونس، يعني أنت من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى. فقال له عداس وما يدريك ما يونس ابن متى، أنت تعرف منين يونس؟ فقال صلى الله عليه وسلم ذاك كان نبيا وأنا نبي. فأخذ عداس يقبل رأسه ويديه ورجليه، ودي كانت بقى إيه؟ الطبطبة اللي كانت من ربنا سبحانه وتعالى على رسولنا الكريم. فكان ذلك مواساة له صلى الله عليه وسلم بعد تعرضه للأذى من مين؟ من أهل الطائف. شفتوا هنا ربنا في ساعتها رد على الرسول إزاي؟ لما نزل عداس وهو كان نصراني يقبل رأس الرسول ويديه ورجليه، هي دي كانت المواساة. يبقى احنا لما نيجي نتعلم من درسنا كده، ان احنا لما نيجي ندعي، ندعي لمين يا ولاد؟ ندعي لربنا سبحانه وتعالى. بيقول لي هنا رتب معايا احداث رحلة الطائف. تعالى كده نشوف مع بعض اول جزء فيها، وهو قرار الرسول صلى الله عليه وسلم ان ينطلق بالدعوة خارج مكة. عايز ينشر الإسلام وعايز يخلي الناس كلها ترجع لمين وتعبد مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. طيب بعد ما الرسول قرر ان هو ينطلق بالدعوة خارج مكة، ايه اللي حصل؟ دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الطائف إلى الإسلام. أول ما وصل الطائف قعد يدعو للناس ان في دين اسمه الإسلام. تمام، ايه اللي حصل بقى من اهل الطائف؟ سخر اهل الطائف من الرسول صلى الله عليه وسلم، لان هما ما استجابوش ليه يا اولاد، رفضوا كلام مين؟ كلام الرسول، وقابلوه بايه؟ بغلظه. ايه اللي حصل هنا بقى من الرسول عليه الصلاه والسلام؟ التجأ لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى، وقعد يدعوه. مين في الوقت ده سمع الرسول؟ عتبة وشيبة. سمع عتبة وشيبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو مين؟ يدعو الله تعالى.
بعد كده حصل ايه؟ رق قلب كل من عتبة وشيبة عندما سمعوا مين؟ دعاء الرسول، رق قلبهم. طب لما رق قلبهم عملوا ايه؟ امر عتبة وشيبة خادمهما عداسا بأخذ قطف من العنب الى الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا لما جه راح له، لو نفتكر كده مع بعض الاحداث، الرسول لما جه يمد ايده على قطف العنب قال ايه؟ بسم الله. كلنا كده انا سامعه الولاد معايا بيقولوا ايه؟ بسم الله. فمد ايده واكل العنب وقال بسم الله. اخر حاجه معايا رقم 7، وهي ان قبل العداس راس الرسول ويديه ورجليه. قبل العداس راس الرسول ويديه ورجليه. ليه؟ لما عرف ان هو نبي مثل مين؟ مثل سيدنا يونس. تمام؟ لما عرف ان هو نبي زيه نزل وطبطب على قلب الرسول وقبل ايه؟ قبل راسه ويديه ورجليه. في الدرس ده نتعلم ان احنا لما نيجي نرجع لو متضايق ترجع لمين؟ بنرجع لربنا سبحانه وتعالى. فالدعاء يجب ان يكون لمين؟ يجب ان يكون لله سبحانه وتعالى. وشكرا لحسن استماعكم.